المقدم ان شاء الله هيكون مع نادي الهلال السوداني. وادي الكوره ملعوبه حلوه، مفيش رايه، في تسلل، سلام من حد امام وحد بيصلح وكوره وتسديده المره دي مؤمن سليمان. مؤمن زكريا يضيع فرصه كبيره قوي. مؤمن زكريا ادي امامنا كوره انطلاقه حلوه قوي. محمد عبد الشافي وكوره عرضيه للزمالك يعادل. الزمالك يعادل، الزمالك يعادل، يعادل. مؤمن زكريا هنا في هذه اللحظات يكسب التعادل للزمالك في الدقيقه 76 من خلال الضغط. وامامنا هنا ايمن طاهر مدرب حراس المرمى واحد حراس المرمى البارزين، وادي مؤمن زكريا اللي يضع التعادل هنا في هذه اللحظات. سجل في مرمى الجمارك الفريق النيجر وسجل في مرمى الجمارك، سجل في المنيا الجماهير المصريه الاعلام المصريه في فتره تاريخيه لمصر ان شاء الله الفتره القادمه مع انتخابات الرئاسه. ياتي هنا هدف التعادل للزمالك عن طريق اللاعب مؤمن زكريا. مؤمن زكريا يعادل. شوف امامنا محمد عبد الشافي عملها وادي امامنا هنا بقى مؤمن زكريا خدها من الوضع طاهرا وحط كده وحطها في المرمى الهدف اللي امامنا هنا. وشوف حطها من الوضع طاهرا برقصه مؤمن زكريا. احنا عايزين يعني الركله القاضيه.